الو الو ايوه تأخير سنور دايما مبسوطه جدا 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 اني بكلمك. ربنا يخليكي. بقالي سنين نفسي اكلمك ومش عارفه. ربنا يخليكي ميرسي وبعتذر الخطوط عندنا بتبقى زحمه ساعات. هي خالص دي اللي... انا لدرجه ان انا شكيت ان الرقم غلط. لا والله ما غلط. لا بس هو دي من محبه الناس يعني مش اكتر. طيب اتعرف بيكي. انا مدام انجي. مدام انجي. مدام انجي مرتبطه بقالك قد ايه؟ متجوزه بقالك قد ايه؟ بقالي 7 سنين. عندك اولاد؟ عندي بنتين. ربنا يخليهم لك. اتجوزتي عن حب ولا جواز تقليدي؟ عن حب قوي يعني. عن حب قوي. طيب احكي لي بقى يا انجي تحت امرك. المفروض ان انا دلوقتي في مشاكل بيني وبين جوزي جامده جدا. اها ايه بقى المشاكل؟ بسبب الغيره. انت اللي بتغيري ولا هو اللي بيغير؟ هو اللي بيغير جامد قوي. بيغير غيره غير طبيعيه لدرجه ان انا محبوسه في البيت. انا مش بخرج خالص. خالص ممنوعه من الخروج. الخروج معاه هو بمعاد يعني لو احنا محتاجين حاجه ضروري لازم هو يكون معانا. في الويك اند ممكن نخرج برضه لازم يكون معانا. غير كده مامتي اختي اي حد عايز اخرج معاه ممنوع. هي غيره ولا تشدد؟ تشدد وغيره وسيطره. لا يعني في ناس متدينين متشددين فبيبقى ليه فكر معين. هو مش كده خالص. هو انسان هو عادي بس غيور. هو انسان عادي جدا ومتفتح كمان. مش متفتح في الناحيه دي. لا هو هو متعلم كويس. وبيسافر بره وليه شغله وليه حياته. وممكن يروح عادي صيف مع اصحابه وبسيبه يعني انا مديله مساحه جامده جدا. وبدا دلوقتي في الفتره الاخيره بقى الموبايل والباسورد وكذا مره اكتشف مواقف مع ستات ويقول لي ده دي مصالح اصل ما كانش زي ما انت فاهمه مش زي ما انت فاهمه كده. ومخبي مني الباسورد ده ممنوع خالص ان انا اعرفه. المشاكل برضو بسبب الموضوع ده لان انا اتشك طول الوقت انه في حاجه مش مظبوطه. المشكله الثانيه اللي هي موضوع الخروج ده اللي انا حاسه ان حياتي هتنتهي بسببه. طبعا انا قاعده 24 ساعه في البيت ما بعملش اي حاجه خالص غير ان انا يعني لو حتى محتاجه حاجه لبناتي بتصل بيه هو اللي يجيبها. لو حتى حاجه انا المفروض اجيبها دول بنات وانا المفروض اجيبها لا هو اللي بيجيبها. طيب خليني اسالك انت فاتنه الى درجه غير طبيعيه مثلا؟ حلو قوي؟ هو انا لا مش قوي خالص. حلوه بس مش قوي يعني عادي شكلي حلو وكويس بس انا من النوع اللي بهتم بنفسي جدا. بحب اللبس. بحب المكياج. فببقاش خارجة عادية يعني ببقى حاطة ميك اب ببقى كده ببقى لابسة كويس يعني. طيب هو لما بيخرج معاكي بيشوف نظرات الرجالة ليكي بتحسي انت برضو انت الست وهي ماشية بتبقى حاسة الرجالة بتبص لها الرجالة مهتمة حواليها؟ والله عادي انا بحس انه عادي جدا. هو اللي واخد باله زيادة عن اللازم يعني. هو احنا ممكن الخروجة كلها تقلب غم وتقلب مشكلة بسبب ان في ترابيزة جنبنا الناس بتبص علينا. طب انا ذنبي ايه؟ انا مالي؟ بتبقى كده. ممكن ان هو يقعدني في مكان تاني يغير الاماكن ويقعدني في مكان تاني عشان حاسس ان في حاجة في حد حوالينا بيبص. وانا مش ملاحظة ده يعني. انا مش حاسة كده. انا حاسة ان هو اللي حاسس ده. حاسة ان هو واهم نفسه ده. واهم نفسه او يمكن من قعدته مع اصحابه عارف الناس بتفكر ازاي والرجالة بتفكر ازاي. هو ممكن يكون عشان لما الانسان بيمشي يعني بيعرف ستات كتير مش كويسة بيشد اكتر على بيته ممكن. لو مر تجارب في حياته قبل كده بيبقى كده يعني. كتير من الرجاله بتبقى وفي رجاله بتبقى واثقه من نفسها وفاهمه الحدوته وعارفه راسها من رجليها وما بتبقاش كده. طب اتكلمتي معاه قلت له انا ما بحبش كده انا زهقت من كده قوي. انا حبيته لدرجه ان انا ضيعت نفسي. لا ضيعتي نفسك جداً. لا ولا ضيعتي نفسك ولا حاجه. ده جوزك برضو وابو عيالك كنت بتحبيه بس الفكره اتكلمتي معاه حتى انه جاي عليا قوي يعني جاي عليا جدا وكلمت كتير يقول لي انا ما عنديش النظام ده. طب ليه؟ طب ايه المشكلة؟ لا انا ما عنديش كده واعتبريني مريض نفسي. يعني هو ده النظام وكان عاجبك؟ اي بالضبط هو ده النظام. وبرده حتى في الباسورد والموبايل انا شاكة فيك انا مش مرتاحة انا محتاجة انك تطمني. انت حاسة انك بعدت عني كده. لا ده هو ده النظام وده كان عاجبك ودي حياتي الخاصة. قلت له حياتك الخاصة انا ما بقاش فيها لو هي دي حياتك الخاصة. لا يعني ما اعتقدش ان في حاجه اسمها بقى حياتك الخاصه يعني احنا متجوزين. صح. بيتهيالي الكلمه دي يعني الكلمه دي برضو اللي واقف عليه حاجات كتير. اخر موقف ده كنت عند ماما والمفروض ان هو سامح لي ان انا لحد الساعه 12 ماما قدامي يعني العمارتين قدام بعض واحنا في شارع جنبي. فانا مش بمشي اصلا هي خطوه بالظبط.
روحت البيت الساعة 12 ونص وكنت بجيب حلويات من السوبر ماركت اللي جنبنا. قال لي ارجعي زي ما كنت. لا ده قافش دماغه قوي يعني. علي الطلاق ما انتي بيتة في البيت. فطب في الانتركام تحت كمان. فطلعت وقلت عشان هاخد لبس وكده. قفل البيت في وشي قدام اخوه ومرات اخوه. طبعا الموضوع ده جه على كرامتي جدا. وجيت هنا بقى من ساعتها إيه هو انا عامله له حظر على الموبايل. اتصل بيا حاول يتصل بيا كذا مره انا عامله له حظر. يعني انت دلوقتي غضبانه عند ماما؟ اخته اتصلت بيا وقالت لي معلش حقك علينا وما تزعليش. احنا لا بصي بقى يا بنت الناس, طالما انت غضبانه عند ماما والموضوع وصل لكده احنا عايزين نبني مش عايزين نهد. حلو بس نبني على اصول بقى. تعالى بقى يا عم نظام بقى, سي السيد ده ما ياكلش معايا انا. لا بخون ولا بغدر ولا بقل ادبي ولا بنت وحشه ولا ماشيه ماشي بطال ولا من عيله مش محترمه. انا متربيه كويس جدا. انا مش من الست... عارف كده كويس. لا 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 ده يتقال له وش وبقلب بقى. انا مش من الستات اللي بتلعب بديلها ولا الستات اللي بتخون جوازها ولا من الستات من النوعيه دي خالص. وبالتالي انا لو ما خدتش نفسين كده هوا وحرية هتخنق وهتبقى حياتنا جحيم. فهتقعد خانق عليا وتقول لي هو ده النظام, انا ما يلزمنيش النظام ده, بس لازم تجمدي قلبك. انا بقولها لك هو ده اللي انا واقفه عليه دلوقتي. كان لسه مامته اتصلت بيها على اساس ان هم يجوا ياخدوني. لقيت الموضوع اتغير خالص واتقلب وقالوا لي معلش هو محتاج يهدى. لا لا لا, لا ما عشان انت كان... يا بنت الناس يا بنت الناس واحد حلف عليكي يمين طلاق وطردك من البيت تكلمي مامته تقولي لها تعالوا خدوني؟ لا ده هم اللي كلموني وقالوا لي احنا هنيجي ناخدك. فقالوا لي الوقت اللي يناسبك قولي لنا, قولي لنا واحنا هنيجي. قولي لها خلاص. فقالوا لي خلاص لما يبقى تيجي بقى مامته تكلمك قولي لها بصي يا ماما بقى عشان حضرتك تشرفينا وتنورينا انا لازم اقعد ونحط النقط على الحروف قبل ما نتكلم. هو مش هدي انا بقى ما هديتش. فانا مش هطلع من بيت امي الا لما احط النقط على الحروف قبل ما اخرج. حدوتة ما تروحيش ما تخرجيش محبوسة في البيت ده ما ياكلش معايا. انا مش معزة وشاريها ورابطها على السطوح. انا بني ادمة ومش بخون ولا بغدر ولا بعمل حركات القذرة دي. وبعد كده انا بحب وانا اتجوزته عن حب. انما انا ما عنديش استعداد الحب اللي في قلبي ده يموت واتحول الى انسانة كريهة لا طايقاه ولا طايقة نفسي ولا طايقة عيشتي علشان بدأ احس كده. سي السيد عايز يتحكم فيها بالشكل ده. اذا كان هو افكاره موضياه ان كل الناس كده يبقى هو يروح يشوف الناس اللي بيعرفهم. تاني حاجة بقى باسورد على موبايله وستات بيعرفهم ويقول لي دول شغل دول مصالح ده ما ياكلش معايا. ينصلح الامور في المطلق كلنا نصلح. يخليه بقى في حاله وانا عند امي والحياة لطيفة ونبقى نشوف بعض من الشباك ومتشكرين على كده. ولو راجل وقد كلامك التزم بقى بالكلام ده.